كما تقدم السادة من قبل أن هناك نظام الإعلام الآن، حيث أن البنك ما يخفاش عليكم سادتي أن البنك يسجل 90% أو 90% بالنظام الإعلام الآن، لأن الأوراق أو الأليف تعتبر كأوراق توضع في الحاشية، لكن النظام الآن يلجأ إليه الموظف الضريبي أو الموظف البنكي في كل حالة ووقت معين. فالأنظمة البنكية تختلف اختلافا كبيرا من الأمور، نذكر هذه الأنظمة مثلا طارق، النظام طارق الذي هو حاليا يطبق على بعض البنوك، وهناك نظام صاد، هذا النظام صاد كان لما لما وضعوه في بعض البنوك كان في أخطاء كثيرة، وهذا ما أدى فعلا إلى حدوث أخطاء لأن هذا النظام كان من أصول بعض النقاط وتم استدراجها، هذه النقاط في هذه السنة 2022، نذكر بعض النقاط الأساسية التي لقيتها أنا نفسيا في بعض البنك، أن لا فاليداسيون عندما يتم تحويل الأموال من البنك إلى مؤسسات مالية أو مصرفية أخرى قد يتم فقط من طرف الأمن دون المرور إلى رئيس المصرف أو رئيس الوكالة، وهذا ما أدى فعلا إلى حدوث أخطاء لو كانت غادي يكون عندها رجعيات خلفية عن موظفين آخرين، لأن في النظام البنكي والنظام الإعلام الآلي هناك تناقض كبير في هذا النظام الصحيح، وهذا النظام الصحيح كان كما نقولوا ما يخليش الرئيس المصرفي يفاريدي معاه، يفاريديها لاجون ميناه.